يا أرضي وأرض جدادي، وفين هي خيرات بلادي، وفين حقي وحق ولادي، وفين الديمقراطية، وفين الديمقراطية، وفين مفهوم الحرية، وفين مفهوم الحرية، السياسة الحكومية، السياسة الحكومية، وسياسة طبقية، وسياسة طبقية، هي الحمراء بالعربية، هي الحمراء بالعربية، وشحال من واحد عصيته، وشحال من واحد عصيته، وشحال شحال اعتقلته، وشحال شحال اعتقلته، وشحال المعامل سديته، وشحال المعامل سديته، وشحال العمال طردته، وشحال العمال طردته، وشحال الأسر جوعته، وشحال الأسر جوعته، فين الشباب اللي خدمته، فين الشباب اللي خدمته، فين التعليم باش نهضته، فين التعليم باش نهضته، وفين الديمقراطية، وفين الديمقراطية، وفين مفهوم الحرية، وفين مفهوم الحرية، وقالوا انت مطرطة، وقالوا انت مطرطة، وما شفنا غير الزروطة، وما شفنا غير الزروطة، والحكومة تمشات وجا، والحكومة تمشات وجا، والحكرة هي هي، والحكرة هي هي، عيتونا بالاقتطاع، عيتونا بالاقتطاع، عيتونا بالزيادة، عيتونا بالزيادة، والزروطة حتى هي، الزروطة حتى هي، وفين الديمقراطية، وفين الديمقراطية، وفين مفهوم الحرية، وفين مفهوم الحرية، والكرامة فوق الورقة، العصا والاعتقال في الزنقة، العصا والاعتقال في الزنقة، والكرامة فوق الورقة، والكرامة فوق الورقة، العصا والاعتقال في الزنقة، العصا والاعتقال في الزنقة، وعيشي عيشي يا بلادي، عيشي عيشي يا بلادي، يا أرضي وأرض جدادي، يا أرضي وأرض جدادي، هي خيرات بلادي، هي خيرات بلادي، فين حقي وحق ولادي، فين حقي وحق ولادي، فين الديمقراطية، وفين الديمقراطية، وفين مفهوم الحرية، وفين مفهوم الحرية، هذه جلسة افتتاحية، هذه جلسة افتتاحية، والتأسيس الجهوية، والتأسيس الجهوية، للتعبئة والتقوية، للتعبئة والتقوية، ويساري وراسي مرفوع، ويساري وراسي مرفوع، وما مشري ما بيو، وما مشري ما بيو، يساري يا راسها مرفوع، يساري يا راسها مرفوع، ونادي لو صوتها مسموع، ونادي لو صوتها مسموع، وتعيشي تعيشي يا بلادي، تعيشي تعيشي يا بلادي، يا أرضي وأرض جدادي، يا أرضي وأرض جدادي، وفين هي خيرات بلادي، وفين هي خيرات بلادي، فين حقي وحق ولادي، فين حقي وحق ولادي، وفين الديمقراطية، وفين الديمقراطية، وفين مفهوم الحرية، وفين مفهوم الحرية، والسياسة الحكومية، والسياسة الحكومية، وسياسة طبقية، وسياسة طبقية، ضرب القدرة الشرائية، ضرب القدرة الشرائية، هي الحكرة بالعربية، هي الحكرة بالعربية، هي الحكرة بالعربية. يا اهل الحال يا اهل الحال، يمتلك بالحال، محاكمة سورية وبدلة بالاعتقال، حلمنا يزيان الحال والحب اصبح محال، 60 عام للاستقلال النصب والاحتيال، حكومة تلقين والقال بسرعة زاد، غلقنا المعامل وشردوا العمال، حكومة هاد الزمان ما فيها امان، قمعونا والمعطى وحتى العيال، أرض المغرب بلادي يا زين البلدان، حكموا فيك الخونة وبياض الميريكان، هذا كلام يا ساري واسمعه يا عقال، والتغيير في هذا المغرب راس محبوحا، صوت النضال، صوت النضال ينادي بلسانك يا فقير، أنصرك غريب من في دعم الجماهير، نضال
صمد نظر. قضيتنا وحدة والعيش في أمان وحقوق الإنسان تصان ولا تهان. قضيتنا وحدة والعيش في أمان وحقوق الإنسان تصان ولا تهان. كبستوا الاحتكار وربحتم أسعار يا العار يا العار من سياسة الإفقار. جيوش العاطلين تحت تبعاصينا سياسة الحاكمين زروطة بنادينا. مطلب الجماهير تغيير الدساتير حرية التعبير للغني والفقير وتحية نظرية. وحزب الشراك الموحد وحزب الناس الديمقراطي ومنتمسنا النقابي الكونفدرالي الديمقراطي للشعوب وبعض الجمعيات الفاعله في المجال الثقافي والانسان والحقوق الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اضافه للوفود التي جاءت لتؤازرنا وتحضر معنا في هذا المؤتمر الجهوي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي من كلاس وازرق والنوع. لن ننسى بالشكر للاعلام سواء كان المكتوب او المسموع او المرئي او الالكتروني. اضافه لاداره المركب التي نشكرها جزيل الشكر على توفيرها للفضاء الذي يجمعنا الان. أود بدون أن أطيل لأن المؤتمر الجهوي لجهاز فلسطين تقترب المذكرة في موضوع استكمال الوجه التنظيمي عملا بمقررات المؤتمر الوطني الثاني الذي انعقد أواخر نوفمبر بداية ديسمبر 2012 وتفعيلا لمداولات المجلسين الوطني الوطنيين ومعمورة الطالبين وذلك وفقا لاحكام الباب الخامس من النظام الداخلي فنسجل الاطار المعقد لازم يصول تاخرنا على عقد هذا المؤتمر في الجهه ولكن كما يقولون اخراج ان الشركه مزيفه والعلم فقد ملك الى حين الجهاز يوم الوطن كعادة ضربة خضراء خرج الإخوان وبناء السجدات والآن يأتي الدور على جهة فاسمنا ومستقبلا كما ترى الأخ عضو المجلس السياسي الأحباط الذي نشرها على حضور العلماء جهتها مقبلة على هيكلة العلماء اختيار هذا المنتدى من طرف لجنة الكبيرة شعاع الديمقراطية الحقيقية جانبة للفساد ورافعة للتنمية الجامعة. ومن بين أهداف هذا المؤتمر سأقول عليكم هي خلق ديوانية سياسية حزبية في الجهة من خلال فتح نقاش جاد ومسؤول بيننا أعضاء حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وتعزيز تنظيم الجهة وبالتالي تعزيز في قرار اليسار الخروج بجهاز يسير على هيكله يسهر على هيكله الفروع والخروج اقوياء وهذا هو الاساس الخروج اقوياء بتنظيم موحد لاستمرار المهام النضاليه الحزبيه في زمن الرداء السياسيه والشكر حتى لا اطيل عليكم
أود أن نستمر في عرسنا النضالي بكلمة من طرف إخوة في الفيدرال اليسار الديمقراطي التي سيلقي عليكم رفيق مصطفى زماط فليتفضل. شكرا. الإخوة الأخوات في حزب المؤتمر الوطني الاتحاد ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والمدنية الحضور الكريم، أعقد مؤتمركم الجهوي في جو مشغول بعدة تحولات عميقة على المستوى الوطني والعالمي. هذه التحولات تترتب عنها تفاعلات اجتماعية وسياسية تساهمنا جميعا وتتطلب منا الوقوف على المرحلة بكل دقة وموضوعية لكي نكون في مستوى التحديات التي تتطلبها المرحلة من أجل بناء البديل الديمقراطي المشروع. على المستوى السياسي يتميز الوضع باستمرار نفس النهج المخزن في السلطة والحكم رغم التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي طيلة عقود من الزمن من أجل مجتمع ديمقراطي متضامن. وبعد تضييع فرصة 2011 لوضع دستور ديمقراطي يضع أسس الملكية البرلمانية وإطلاق أوراش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد تقبل التأجيل، وضع لا زال يتسم باستمرار التضييق على الحريات والاعتقالات والمحاكمة السورية لعدد من المناضلين والمناضلات اليساريين سياسيين ونقابيين واستمرار القمع الممنهج اتجاه الحركات الاحتجاجية وآخرها اعتقال مناضل حركة 20 فبراير من وسط المسيرة العمالية المنظمة من قبل المركزيات الثلاث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 6 أبريل الماضي. على المستوى الاقتصادي وضع يتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية المتمثلة في استمرار الدولة في نهج سياسة رهن الاقتصاد الوطني لمراكز القرار المالي الدولي الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومن خلال الإجهاز على كل الصناديق الاجتماعية التي تضمن الحد الأدنى من التوازن الاجتماعي ومحاولاتها لتصريف هذه الأزمة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات الصاروخية والمتتالية للأسعار. على المستوى الاجتماعي وكنتيجة طبيعية لهذه الاختيارات السياسية ولهذا الوضع الاقتصادي المتأزم استفحلت الفوارق الاجتماعية والمجالية وتدنت الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة وارتفعت نسبة البطالة لقلة مناصب الشغل وتراجع الاستثمارات في مجالات عديدة. على المستوى المحلي والجهوي لا زالت المدينة تعرف تضييقا على الحريات العامة وقلعا لكل الحركات الاحتجاجية كما يعرف مستوى الاستثمار تراجعا خطيرا وانحصاره في قطاع الخدمات وإطلاق العنان لولية العقار مما يترتب عليه تداعيات اجتماعية خطيرة تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل الجريمة وتبديد الوعاء العقار للمدينة. أيتها المؤتمرات أيها المؤتمرون إن محطة مؤتمركم الجهوي ستكون محطة للنقاش والتفصيل في القضايا التي تهم المدينة والجهة وتشكل إضافة نضالية في مسار تفعيل فدرالية اليسار الديمقراطي ومحطة تنظيمية في تثبيت هياكلها محليا إقليميا وجهويا واستمرار للمجهود النضالي لمكونات اليسار الديمقراطي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد من أجل بناء البديل الديمقراطي المجهود.